إذن بعد 561 يوما من القرارات والتعليمات الصحية المشددة، أعلنت سولبيرغ اليوم نهاية كورونا في النرويج. قررت الحكومة النرويجية اليوم الجمعة 24 من أيلول سبتمبر إنهاء الإجراءات والتعليمات القانونية والإدارية بل وحتى الصحية المشددة والخاصة بأزمة كورونا والتي سببت إغلاق شبه تام للبلاد. مع دخول الساعة 4 من عصر غد السبت 25 من أيلول سبتمبر سوف تعود الحياة إلى طبيعتها والمجتمع النرويجي إلى ما كان عليه قبل كوفيد. لا مسافة بين الناس ولا ارتداء لأقنعة الفم ولا عدد محدد للزيارات والاحتفالات. كما تقرر إلغاء توصيات السفر والقيود على المغادرة والعودة للبلاد، وكذلك إنهاء حالة إغلاق الحدود النرويجية في وجه الزوار والسياح والمسافرين. إقرار البرنامج الوقائي المخفف TI-ESQUA والذي سوف يعتمد على المواطنين في البلاغ الذاتي عن الإصابة أو العدوى أو الملامسة للمصابين، وكذلك الحجر الصحي المباشر والفحص المنزلي اليومي والأسبوعي. إذن انتهى الكابوس الفيروسي في النرويج وسوف تعود الأمور إلى طبيعتها مع بداية الأسبوع القادم. تتمنى لكم إدارة صوت النرويج الصحة والسلامة الدائمة. جنة ربيع، صوت النرويج، وزارة البيئة، المؤتمر الصحفي الحكومي، الجمعة 23 من أيلول سبتمبر 2021.